تعالوا نبدأ نعمل الجراتان البروكلي مع الأرنبيط. صدور دجاج وزهر الأرنبيط وزهر البروكلي، طماطم مبشورة أو مقشرة، زبدة، زعتر وبصل وتوم وكرفس وكرات، وعندي جبنة برمزان، جبنة جودة، ملح وفلفل، كمون، كريمة، ولبن، كوبايات كريمة وكوبايات لبن. أنا كريمة لباتي مش عارف لما إيه. هنا حبة زبدة واجري جري اجري جري، واحط ايه البصل قبل ما ايه ما اليوم وفت مني. هو يا كده يا كده. طب ماشي ماشي يا جماعه. هنا بقى ادي حبه تانية اهم، واجري جري بالتوم اهو، واروح جايب بقى ايه الايه الارنبي كده، حبة ملح، حبة فلفل، نصلي على الرسول. طيب هنا الطلعة التانية، ادي برضو حبة الثوم، حتة الزبدة بالأعشاب، وادي البروكلي. طب ماشي. الله يسامحك، احنا بينهم الغلط. طب ماشي. طيب كده هنا دي الفراخ بتاعتي. طيب دي الفراخ بتاعتي، خلاص ده كده على جنب. بنعصلك اللحمة، نعصلكها كده، كرفس، كرات، زعتر، كمون. يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا صلاة النبي، صل على النبي للسنة الجاية وانت كسبان برضو. عايز احط حبة الطماطم دول يسخنوا كده عندي على، وادي مكعب مرق، يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا صلاة النبي. أم عمر صباح الفل عليكي، ربنا يشفيكي وياخد بيدك. ها؟ عيني خاطب انها التليفون. عيني 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 عيني. جبنة برمزان، جبنة جودة، شوية بقسماط، دي كريمة لباني،